السلام عليكم إخواني الطلبة، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد للتعريف بتخصص جامعي جديد. مرة هذه رح نحكي على المدارس العليا للأساتذة، يعني لونس. كما تعرفوا أن هذه المدارس للأساتذة هي يعني فرع من فروع الجامعات الجزائرية، ولكنها تميز عن الجامعة بأمرين مهمين، وهما أولا أنها متخصصة في تكوين الأساتذة فقط، يعني هي تكون فقط الأساتذة، ما هيش مشروع يعني دراسة من أجل يعني دراسات عليا أو من أجل أبحاث أو غير أو 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 غيرها، خاصة بتكوين الأساتذة. الأمر الثاني اللي ميزها الجامعة وهو أنه التوظيف فيها بعد التخرج مضمون ومباشر، يعني لما تكمل السنوات نتاعك في مدرسة الأساتذة سواء الابتدائي أو الإكمالي أو الثانوي، لما تخرج مباشرة عندك الحق تتوظف. بطبيعة الحال هذا على إثر يعني العقد الموقع بين وزارة التربية الوطنية وهذه يعني الجامعات. لذلك الطلب على هذه يعني المدارس العليا كل عام طلب قوي جدا، والطلب الممتازين يعني أغلبهم يروحوا يلتحقوا بهذه المدارس العليا للأساتذة. لذلك معدل القبول فيها نجده دائما جد مرتفع، وكل عام راهو في ارتفاع، كل عام راهو في ارتفاع. كما قلنا عدنا مثلا مدارس العليا بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي، وهذه أفضلها وأحسنها، المعدل فيها من 16 إلى 17 هنايا في البكالوريا، حسب يعني كما نقول هنايا الشعبة والتخصص. مثلا المواد العلمية دائما المعدلات تاعها مطلوبة للالتحاق مثلا فيزياء علوم طبيعية 16-17، بالمقارنة أدب أدبية شوي أقل في 15-16 مثلا. هذا بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي. بالنسبة للمدارس العليا للتعليم المتوسط، هذه فيها المعدل نوعا ما أقل، تلقى مثلا 15-14 يعني حسب يعني كل تخصص. كذلك بالنسبة للمدارس العليا للتعليم الابتدائي تلقى أقل نوعا ما، نلقى مثلا لازم الباك عندك على الأقل 13-14، يعني فرنسية إنجليزية فيزياء مات تختلف نوعا ما من شعبة إلى شعبة في هذه المدارس. إذا نلخص ونقوله في الغالب ليحوس يلتحق درس عليا لازم على الأقل يضمن 15، على الأقل 15 بكالوريا. هذا المعيار الأول. كاين شرط ثاني كذلك التحاق، وهو أنه لازم يكون عندك في مادة تخصص على الأقل 13. يعني مثلا أنا حاب نقرأ نصعد الأساتذة إنجليزية، أستاذ ثانوي، لازم في البكالوريا عندي على الأقل 13 في الإنجليزية ومعدلي يفوت 15. حاب نقرأ فيزياء أو علوم طبيعية، لازم عندي في البكالوريا علوم طبيعية على الأقل 13-14-15، والمعدل العام يكون 16-17. فهمنا؟ إذا عندنا المعدل العام، عندنا 13 فما فوق في مادة تخصص، لما تقبل وعندك هذه يعني المعطيات راح كذلك تفوت إلى المدرسة العليا، وراح تمر بمقابلة شفهية، يعني امتحان شفهي، هذا هو العمل الثالث القبول النهائي. المقابلة هذه طبيعة الحال الهدف منها أنه يعني فحص هذا الطالب، وهل هو يعني فعلا مؤهل باش يكون أستاذ أم لا، يعني السمع، البصر، طريقة كلام، الهيئة، طريقة التعامل، مثلا يسألك على وضعيات مثلا في القسم، كيف راح تتعامل، كيف راح تشوف على خيار التخصص هذا اللي تحب تقول الأستاذ، وهكذا. اللغة في العادة في العام في العموم هي اللغة العربية، لكن بالنسبة للتخصص مثلا الإنجليزية والفرنسية هنا راح يكون بالإنجليزية والفرنسية بالفرنسية باش يختبروا يعني قابليتك للالتحاق بهذه المدرسة العليا للأساتذة. فهمنا؟ عامل آخر نذكره كذلك هو أنه الشخص اللي يحب يلتحق
لازم يكون على الاقل السن تاعو ما فاتش 24 سنه، يعني يقبلوا الطلبه فقط اللي عندهم 24 سنه فما دون. يعني انسان عنده باك بكالوريا حر ولا احرار في عمره 25 كون 30 سنه 45 سنه ولا 35 سنه، لكن ما عنده 17 ما يقبلوكش لانك فت العمر القانوني وهو 24 سنه. التكوين في هذه المدارس كما قلنا قبل انه يعني يخضع ل كما احنا كل عام نظام المقاعد الكوطه، يعني كل عام كاين كوطه معينه، ها في مثلا قسنطينه، في بوزريعه، في القبه، ها من خلال الكوطه هذه مثلا نقولوا في بوزريعه السنه كاين 200 مقعد، المعدل راح يطلع ها مثلا على اعتبار على الاقل 6.5 ها هذه المقاعد، لان المقاعد في المدارس هذه محدوده ليست مفتوحه، قادر مثلا تدي 15 باش نعرف انايا او 16 30 ها وكاين 17 بزاف اللي حطوا قبلك ها فاتوك، وكاين 15 او 16 بزاف اللي عندهم فاصل اكثر منك، يعني غلقوا ال 200 مقعد. انت في هذه الحاله ما تلتحقش مسؤوليه لانه خلاص، لانه المقاعد يعني كملت. لذلك الانسان ماذا بيخدم دائما المعدل عالي جدا. كما قلنا عندنا ثلاث انواع من مدارس عليا، كاين مدارس عليا الابتدائي وهذه تقرا فيها ثلاث سنوات الجامعه، مدارس عليا للمتوسط يعني استاذ تعليم متوسط تخرج منها هذه تقرا 4 سنوات، وكاين مدارس عليا لاستاذ تعليم ثانوي تقرا 5 سنوات وهذه افضلها. انا ننصح الانسان يعني اللي يخش يعني عنده كومبيتون وعنده يعني قدره كبيره في الفيزياء في المات في اللغات، التعليم الثانوي دائما دائما يعني هو الافضل من كل نواحي. نظام الدراسه هو نظام كلاسيكي، يعني مازالوا يعني ماهوش ال ام دي، كلاسيكي في كل هذه المدارس العليا، والتعليم فيها او الدراسه فيها صعبه وكثيفه، والبرامج راهي يعني مكثفه جدا، ويركزوا بزاف على علم النفس التربوي بيداغوجيا خاصة من النفس التربوي للتلميذ والطالب. لذلك هم مؤهلين باش يكونوا أستاذ أكثر من يعني طلبة الجامعة العادية، لأن الأستاذ يميز في العموم الإلمام بعلم النفس التربوي ليس فقط بمدى العلمية. الآن الدراسة في المدارس كما قلنا نظام صارم وصعب، وسيستم فيه سيستم نقدر نقول سيستم هي فيها كور وتدريب محاضرات ويعني اعمال موجهه، ولكن الحضور كل شيء اجباري، ما كانش كور كما الجامعه العاديه تحضر تغيب كما تحب، لا كل شيء اجباري. ها يقسمكم الى افواج ولا اقسام فيها 30 واحد تقريبا 25، ها يعني كانها تكملوا بنفس نظام التعليم الثانوي شويه. الغيابات الكثيره كذلك فيها الاقصاء اكسكلوي، عندك حد معين ها تقرا سنوات نتاعك العاديه، في العام الاخير عندك ستاج، عندك تربص في مؤسسه تربويه سواء ابتدائيه او اكماليه او ثانويه حسب المدرسه العليا لك يعني تدرس فيها. كذلك عندك الحق تعاود السنه مرتين، ولكن في يعني سنتين مختلفتين ماهوش في نفس العام، لانك اذا عودت العام مرتين مثلا بالميراني مرتين راح يقوموا بتحويلك الى الجامعه العاديه، تخرج من لوناس ماكش مؤهل باش تكمل كاستاذ في هذه او كطالب استاذ في هذه المدرسه العليا. كل سنه فيها 3 فصول، فصل اول ثاني ثالث بطبيعه الحال 3 امتحانات، ها وتخرج ب يعني الدبلوم كما قلنا حنايا نتاع اهلك ان يكون استاذ تعليم ابتدائي او اكمالي او ثانوي. تحب تكمل دراسة عليا الآن الحمد لله أصبحت متاحة، الأمور متاحة، ولكن الأستاذ المتخرج من لوناس لازم يعني احنا قلنا نظام كلاسيكي، لما يتخرج يلتحق بنظام الـ LMD، معناتها اللي مثلا أستاذ تعليم ابتدائي تخرج ب3 سنوات لازم يزيد يقرأ عام آخر في الجامعة باش يعطوه ليكيفالون نتاع ليسونس وتكمل من بعد ماستر 1 ماستر 2. واستاذ تعليم متوسط لما يتخرج بعد 4 سنوات
يقرا عام باش يعطوه ليكيفالون تاع الماستر 1 ويكمل من بعد ماستر 2 دكتور على روحه. واستاذ تعليم ثانوي نفس الشيء، راه قاري 5 سنين، يعني اذا كان تقبل في الجامعه يقرا فقط عام واحد ماستر 2، يخش مباشره ماستر 2 ويسوتني ويعقب يعني كونكورات الدكتوراه نورمالمون يعني مثل غيري. وانما نقول لكم حاجه فقط ملاحظه، انه القبول طلبه المدرسه العليا في الجامعات باش يكمل الماستر صعب نوعا ما. كاين جامعات تقبل وجامعات شويه تحفظ، لانه يعني الدبلوم تقريبا ماهمش متقابل بزاف. انفاق العمل كما قلنا قبل انه عندك افونتاج كبير، وهو انك عندك عقد مباشر، يعني لما تخرج من المدرسه العليا مباشره تروح تلتحق بالمؤسسه التربويه وتعمل فيها، يعني هذه غارونتي من عند الدوله من حقك. ها استاذ تعلم ابتدائي لازم يعني يتوظف او يدرس مدة 7 سنوات، يعني اجبار عليك انك لما تخرج هذه يعني الشهاده استاذ ابتدائي تخدم 7 سنوات. هنا هذه فيها ميزه مليحه ومش مليحه. مليحه انك ضمنت منصب العمل، والمش مليحه انك خلال 7 سنوات ممنوع عليك تخدم اي عمل، ممنوع فقط التعليم تقرا 7 سنوات. كذلك استاذ التعليم المتوسط لما يتخرج توظيف مباشر، ولكن يقعد 6 سنوات في التعليم، يعني تقري في الاكمالي 9 سنوات، ما عندكش الحق باش تغير نشاطك. كذلك استاذ التعليم الثانوي يلتحق المنصب تاعو ويكمل النصاب 11 سنه في الثانوي، في التعليم الثانوي قبل 11 سنه ليس لك الحق في ممارسه اي مهنه اخرى. هذه من ناحيه قلنا ايجابي وسلبي. من ناحيه اخرى الان اصبحت في قضيه الارضيه الرقميه، يعني قبل كان طالب المدرسه العليا يروح يتخرج الولايه تاعو يخير الاكاديمي، يبعثوه مثلا اذا كانوا مباتنا يبعثوه الى احد ثانوي مباتنا، ولا مبسكرة يبعثوه يعني مؤسسه مبسكرة اذا كان من زايد يعني في يخدم في الولايه تاعو. لكن مع الارضيه الرقميه هذه اصبح احتمال انك يبعثوك الى ولايه اخرى ما فيهاش سكن مثلا، يعني هنايا الاستاذ راح يعاني شويه خاصه جماعه الاحتياط مثلا كونكور كملوا كونكور بقات مناصب يدخلوها في الارضيه الرقميه، وانت مدرسه عليا انت قد تكون داخل ولايه وقد تكون خارج ولايه، يعني انت بظهرك. الان المدرسه العليا عندنا في الجزائر هنايا 11 مدرسه عليا، يعني نقول مدرسه عليا معادله الجامعه ولكنها متخصصه بتكوين الاساتذه. عندنا في القبه الجزائر العاصمه، عندنا بوزريعه ادب واللغات، عندنا قسنطينه، عندنا في سيكدا تاع التقني تعليم تقني، عندنا في الاغواط، عندنا في وهران، عندنا في سطيف، مستغانم جنوب كورلا، بوسعاده وبشار. هذه كل فيها مدارس عليا للاساتذه، هناك اللي فيها فقط الثانوي، وهناك اللي فيها اكمالي، وهناك اللي فيها ابتدائي. اذا نعاود نلخص ونقول لكم انه هذا التخصص دراسة فيه راهي ماهيش سهلة، راك عبارة تكمل بنفس نظام التعليم الثانوي. والاكسبوزي والبحوث والدراسة يعني مركزة وبرنامج مكثف وغيره، يعني إذا كان إنسان كومبيتون كمل 5 سنوات 4 سنوات تاعو في هذا التخصص يعني يلتحق. إذا كان يحوس على حاجة يعني خفيفة وليجي يروح الجامعة العادية. وإنما هنا كما قلنا لافونتاج دائما التوظيف المباشر، يعني الوظيفة هي فوق كل الأولويات والاعتبارات. يعطيكم الصحة خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.